الله الرحمن الرحيم. حسب خبرتي واستعمال الخل باستشارة الطبيب المعالج الأستاذ محمود الشيخ علي، تم إيقاف استعمال حبة الدواء المستعمل يوميا للأكل قبل الأكل يوميا، تم إيقافها، وتم استعمال الخل الطبيعي المصنع في مركز ابن النفيس، حيث أنه بعد الاستعمال تم الاستغناء عن حبة الدواء التي كنت أستعملها للمعدة، وكان الحمد لله الاستعمال بدل يوميا مرة في الأسبوع. هذا دليل على نجاح ونجوع استعمال الخل للمعدة، وشكراً.